قل يا عيد يا عيد وارحب عندنا عيدان، عيد الكرامة وعيد الفطر في الجبهة، عيد النشامة في الجبهات، عيد إيزان عند الرجاجيل عيدنا في التبة، والعطر باروس من أجل الوطن والدين، عطر المنايا وفوق الرافض يصبه، دق المجوسي بكاشف اسقعف في العين، سقه من الموت هي ولا الشبة. قل لا يهرب أمامي وطبلونه في الميتان، من جعبتي لا غزينا مونتي قبه، لا وين هذا الخميني وين رايح وين، قل له أمامنا شامه ونعبه. كل سبحت يا بندقي بالحمد وقرتين، سبح في الجمجمة والراس والعبة، واصرف لها الموت كاشف كاش ما ودين، وملابطونا بخارق الخوي عبة. يا مرحبا قل لهم يتسلموا ذا الحين من قبل ما ندعسه والنار تلهبه، مديت حبلي لربي ما معي حبلين، حبل المجوسي مع ايران تسحبه، ناكل حجار الجبال القاسية والطين هبه، مع الله يا جيش الوطن هبه وسلامتكم. نقول لشعبنا ونقول لقيادتنا السياسية ممثلة برئيس المجلس ونوابه وقيادتنا العسكرية ومثلة وزارة الدفاع رئيسة الأركان، إنما هي شخطة قلم، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى في ميدان السبعين، وجحافل الجيش الوطني في ميدان السبعين تتراقص وتردد وتزغرد لن ترى الدنيا على أرض وصية، إنما هي إشارة قلم وقرار حكيم، وبإذن الله سبحانه وتعالى لن يبقى لهذه الميليشيات وجود ولن يبقى لها أثر في هذا الشعب المكلوم وفي هذا الشعب المحروم. نحن خرجنا قد حسرت رؤوسنا وحفيت أقدامنا من أجل أن نقول للعالم أجمع أن هذه الميليشيات وهذه العصابات، عصابات الردة والانقلاب، لا تمثل اليمن. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى صعدة ستتحرر، وصنعاء ستتحرر، وعمران ستتحرر، وكل شبر في هذا البلد سيتحرر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على الأقدام يسيل منا الدماء. أخبار عزة وشموخ ونصر إن شاء الله وتمكين، وثابتون أن رفع تحية عسكرية لخامنة الرئيس الجمهورية ممثلة رئيس المجلس الرئاسي، تحية الأبطال جنود وصف ضباط وضباط اللواء 49 المرابطين هنا في قطاع رغوان، ونهنهم بعيد الفطر المبارك، ونحن مستمرون في أداء الواجب ومنتظرون لأي أوامر في أتم الجاهزية القتالية، ومستعدون للتحرك في أي وقت وسط أي محاولات من الميليشيا التسلل أو الهجوم، ونحن جاهزون وسطها في أي وقت. نرحب بكم في ميادين العزة والكرامة، نحن اليوم هنا في ميادين الجهاد والرباط نقارع الميليشيات الحوثية حول الطغاة الذي يعبث بالشعب اليمني ويجرعه مازي. نحن اليوم جاهزين، نأكد لقيادتنا السياسية جاهزين لأي معركة، مستعدين لهؤلاء البغاة الروافض، ونقول لهم لن يؤمنوا أنهم لن يؤمنوا بالسلم أو أنهم يمكنون المفاوضات، هذا لن تمر معهم، ولن لأنهم يؤمنوا بالسلام أبدا، هؤلاء بغاة روافض، ولن ينفع معهم إلا هذا السلاح وبهذا الضخيرة سوف في أخشامهم، ولن يؤمنوا إلا بها أبدا، ولن يؤمنوا بغيرها. أخبارك معنوياتك؟ والله المعنويات ناطح السحاب، الحمد لله صامدين وثابتين في هذه المواقع الشرف البطولة، جاهز لأي حركة للعدو، مستعد له، وإحنا ثابتون بإذن الله، وإحنا العدو نقعد على ما حتى تقوم القيامة، لا مفاوضة معه، مفاوضة بخشام البنادق معنا، مهما يطول الزمن ولا يقصر، لابد معنا بترع في الصنعة إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله. والنصر لله نصر، بالروح بالدم نفديك يا إيمن، بالروح بالدم نفديك.